السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم طلابي؟ إن شاء الله بخير، الله يقويكم يا رب. اليوم نحن رح نبلش مع بعض. طبعا بهاي العطلة نحن قاعدين بالبيت وقاعدين عم نحاول ندرس بعض الشغلات. فيك تاخد هاي الشغلة يا ابني على إنه هي عبارة عن معلومات بسيطة قادرة تفيدك بحياتك لقدام. رح ناخد درس فيزياء كتير بسيط، بغض النظر عن مرحلتك الانتقالية كونك طالب صف سابع، وكون المعلومات اللي انت رح تاخذها هي معلومات مانا انه انت مطالب فيها، انه انت يا ابني كل شي بتاخده ملزم تحفظه وتبصمه، انت فهمه يا ابني. وهو هذا الهدف اللي بدنا اياه نحن كطالب صف سابع، نحببه بالفيزياء والكيمياء، خاصة المعلومات اللي نحن عم ناخذها ان شاء الله هي معلومات قريبة لإلك وقريبة لاستخداماتك اليومية. فتعال شوف هذا الدرس يا ابني عن شو بيحكي. هذا الدرس البسيط جدا ان شاء الله. درسنا اليوم هو اسمه انتشار الحرارة. انتشار الحرارة، كيف تنتقل الحرارة من المدفأة إلى الأم وطفلها، وكيف تنتقل الحرارة من القطعة المعدنية إلى يد الرجل. يعني إذا أنت حاطط معلقة على الغاز راح تلاقي بعد برهة زمنية قصيرة، يعني بعد لا يقل عن 10 ثواني إنه والله أستاذ إيدي وصل حرارة، مع إنه أنت مو لامس النار. المعلقة هي لامس النار، كيف انتقلت الحرارة؟ كيف انتقلت الحرارة من المعلقة إلى إيدك؟ وكيف تنتقل الحرارة عند تسخين الماء؟ يعني شلون احنا بنلاحظ أحيانا إذا عم نساوي كاسة نسكافيه على الغاز، كيف بنشوف أستاذ إنه والله المي بلشت تغلي؟ شو الدليل؟ شو الدليل اللي خلت الحرارة أصلا تنتشر لكل جزيئات الماء؟ هذا الشيء نحن إن شاء الله رح نشوفه في درس اليوم. في عندي 3 طرق لانتشار الحرارة. الطريقة الأولى هي طريقة النقل بين قوسين التوصيل، الطريقة الثانية هي طريقة الحمل، الطريقة الثالثة هي طريقة الإشعاع. طب تعال نشوف نحن كل طريقة من ال3 طرق الموجودين قدامنا، كل طريقة إمتى فينا نطبقها، وكل طريقة كيف فينا نعرفها، وكل طريقة كيف فينا نستخدمها بحياتنا. انتشار الحرارة بالنقل، يتم بانتقال الحرارة في المادة من ذرة إلى أخرى مع بقاء الذرات مكانها مثل المعادن. هون لو لاحظت أنت يا ابني الحرارة من انتقلت من المعلقة لإيدك أنت يا ابني، خلت المعلقة مثل ما هو، شكلها مثل ما هو، معلقة ما تغير شكلها، ما انتقلت صار شكلها شوكة أو سكينة، لا ظلت معلقة مثل ما هي، بس نقلت لك الحرارة من ذرة إلى أخرى. يعني الحرارة انتقلت خلال الذرات ووصلت دغري لإيدك، مع ان الذرات ضلوا شو يا ابني، ضلوا مكانهم. اما انتشار الحرارة بالحمل، وهي الطريقة بنستخدمها احنا يا ابني بتسخين السوائل، اذا انت عم تسخن حليب او انت عم تسخن زيت اثناء قلي البطاطا، او انت عم تسخن الماء لاحتياجاتك المختلفة. فانتقال الحرارة داخل السوائل يسمى طريقة الحمل. كيف بنتقل يا استاذ؟ يتم بانتقال المادة يا ابني هي اللي بتنتقل على شكل تيارات تدعى تيارات الحمل. كيف يعني هذا الشيء يا أستاذ فينا نشوفه، أو كيف فينا هذا الشيء ندركه يا أستاذ؟ لو جبنا نحن يا ابني دولة وحطينا فيها مي وحبينا نسخنها على الغاز، راح تلاحظ الجزيئات الموجودة بالقاع الملامسة هي تقريبا لا الجزء الساخن. هاي الجزيئات يا ابني من السائل لما تسخن، هاي جزيئات الماء لما تسخن يا ابني شو بيصير فيها؟ بدها تطلع لفوق. لما تطلع نحو الأعلى رح تخلي مكانة، أنت مبينة معك على الرسمة، رح تعطي مكانة لمين؟ لجزيئة أخرى باردة، وهي الجزيئة الأخرى الباردة رح تسخن تروح تطلع لفوق يا ابني، وينزل بدال الجزيئة باردة وهكذا. حتى أنت بتلاحظ إنه ماما المي غلط، شو يعني غلط؟ يعني بقى يعني بنلاحظ فقاعات، هاي الفقاعات شو هي؟ هي الجزيئات اللي عم تنتقل من الأسفل نحو الأعلى، من الأسفل نحو الأعلى. فهي الطريقة اسمها طريقة الحمل. أما انتشار الحرارة بالإشعاع، يعني أنت أحيانا تكون قاعد قدام مكيف حاطه على السخن، فبتلاحظ إنه والله أستاذ أنا دفيت، وطي المكيف، شلون دفيت يا ابني؟ ما في جزيئات انتقلت لإلك، وأنت ماشي أحيانا بالشارع تلاقي حالك إنه والله دفيت من الشمس، أستاذ أنا دفيت من إشعاعات الشمس الواصلة إلي، كيف بيصير هذا الشيء؟ هذا الشيء بيصير حيث ينتشر الإشعاع الحراري في الهواء، ينتشر في الهواء وعبر المواد الشفافة ويخترق الهواء دون أن يسخنه. هاي ميزة ربنا أعطانا إياها، إن الجزيء السخن يا ابني تنتقل لجسمك بدون ما تسخن الهواء الموجود عندنا.
تمام، تلاحظ ان الغرفه دافيه لانه كل الجزيئات اللي عم تطلع من المكيف عم تروح لكل انحاء الغرفه، فمشان هيك انت تلاحظ انه الغرفه صارت دافيه. واحيانا اذا انت عم تسوق السياره، اكيد انت ما عم تسوق السياره، قاعد مع بابا اللي عم يسوق السياره ورايح انت وياه على شي منطقه، تقول له بابا الشمس حرقتني، مع انك رافع الشباك يا ابني، ليش الشمس حرقتك؟ لانه شعاع الشمس قدر يخترق المواد الشفافه ويوصل لجسمك ويسخن لك اياه. فهي انتشار الحرارة بالإشعاع. فهون لاحظنا عندنا ثلاث طرق. الطريقة الأولى هي طريقة النقل أو التوصيل، هاي بتتم بالأجسام الصلبة، فيك تقول بين قوسين المعادن كافة. أما الطريقة الثانية يا ابني فهي طريقة الحمل، طريقة الحمل بتصير بالسوائل طبعا. أما الطريقة الثالثة واللي هي الإشعاع فهي الطريقة بتصير بالمواد الغازية. فهدول هن ثلاث طرق لانتشار الحرارة. درس بسيط جدا وكتير سلس إن شاء الله تقدر أنت يا ابني تستوعبه. في عندنا شغلة حابين نحكي نحن عليها كمان. في عندنا ملاحظة كتير بسيطة يا ابني، هنالك بعض المواد رديئة النقل للحرارة، ما بتنقل حرارة مثل الزجاج. إذا حطيت أنت مثلا زجاج على الغاز صحيح رح ينقل لك الحرارة بس مو أسرع من المعدن. فالزجاج أو الخشب رديء التوصيل للحرارة. أستاذ شو بستفاد منه هدول؟ لا يا ابني، هدول لهم استخدام كتير 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 مهم، واللي هو انه نحن نشكل فيهم شيء اسمه حافظة حرارية. حافظة حرارية هي عبارة عن مطرة صغيرة بتحفظ لك انت، يمكن عندك اياها بالبيت يا ابني، مطرة صغيرة بتحط فيها النسكافيه، بضل النسكافيه سخن يا استاذ، اسمه حافظة تحفظ لك اياها. من شو مكون يا استاذ؟ من جوا مكون من الزجاج. ليش استاذ؟ لان الزجاج بحافظ لك على الحرارة وبنفس الوقت عازل للزجاج، فما في اي تبادل حراري مع الوسط الخارجي. طبعا هذا العزل رح يكون شوي رديء، مشان هيك بعد 4-5 ساعات رح تلاحظ انه الشاي برد او النسكافيه اللي حاطه انت بردت، او الحليب اللي حاطه انت بالحافظه برد شوي. كلما كانت جودة عاليه لهي الحافظه كلما قدرت تحفظ لك حراره اكثر. مشان هيك نحن احيانا لاحظ انت اذا بدنا نضيف ضيوفنا كاسه شاي، بنضيفهم كاسه الشاي بكاسه زجاجيه، ما نحط لهم كاسه من الالمين او النحاس او ستانلس ستيل، مع انه عندنا مو اوفر استاذ، لا بالعكس الحديد ارخص بكثير من الزجاج، ولكن الحديد يا ابني بينتقل للحراره بسرعه، فاذا واحد حب ياخذ رشفه شاي بيحترق شفافه يا ابني، فبالتالي او بتحترق ايده وهو ماسك الكاس النحاسيه او من الالمين. فلذلك يستخدم مواد الرديئه للنقل الحراري باستخدامها على شكل حافظات، يمكن الاستفاده من تلك المواد لصناعه العوازل الحراريه او الحافظه. مثل ما شايف انت يتم شرب المشروبات الساخنة باستخدام الأواني الزجاجية باستخدام